احنا الفريق الطبي لمستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش. احنا دلوقتي بنمر بأصعب أزمة طبية في حياتنا، من فضلك خليك في البيت. أنا شهيرة سمير، وكيلة كلية الطب بجامعة عين شمس. احنا في وقت عصيب، احنا مش في تدريب على الطوارئ، احنا في طوارئ فعلا. قدامك فرصة واحدة علشان تحافظ على سلامتك وحياتك، من فضلك خليك في البيت. أنا كامي محمد، أخصائي تمريض. أدي دورك عشان نقدر نأدي دورنا، من فضلك خليك في البيت. أنا أحمد عادل، استشاري طب المسنين، وبقول لك كلنا قدامنا الاختيار. لو قعدت في البيت هتنقذ نفسك وتنقذ أرواح كتير غيرك، من فضلك خليك في البيت. أنا هالة سويد، أستاذ طب المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس. أنا طبيبة من أكتر من 20 سنة. إحنا بنمر كلنا في أصعب فترة في حياتنا عشناها قبل كده. أكيد كلنا خايفين، لكن خوفنا الأكبر عليكم. أرجوكم ساعدونا في مهمتنا، ساعدونا ننقذ الناس، من فضلك خليك في البيت. أنا شيماء، مشرفة تمريض بمستشفيات جامعة عين شمس. أنا عارفة أولادي فين، أنت أولادك فين، خليهم في البيت، من فضلك خليك في البيت. أنا يسرى تيسير، استشاري الأمراض الصدرية. ناس كتير ممكن تموت هنا، ساعدنا نقلل عدد ضحايا الوباء. تحمل مسؤولية، أدي دورك، انقذ روح غيرك، من فضلك خليك في بيتك. أنا محمود، استشاري الصدر مستشفيات جامعة عين شمس. حضرتك سمعتم كل زملائي وزميلاتي، احنا فعلا في حالة خطر، من فضلك خليك في البيت. من فضلك خليك في البيت. أرجوك خليك في البيت. من فضلك خليك في بيتك، حفاظا على نفسك وعلى أسرتك وعلينا كلنا. أطباء وممرضين كتير بيضحوا بحياتهم علشان نساعدكم. انقذ حياتك وحياتنا، خليك في البيت.